أحبائي الصغار، سنتعرف اليوم على العمليات البسيطة. سنتعرف أولاً على الرموز المتعلقة بعمليات الجمع. أولاً لدينا الرمز زائد. رمز زائد. ثم لدينا رمز يساوي. رمز يساوي. لاحظوا معي المثال الأول، لدينا 1 + 3 يساوي 1 + 3 يساوي. لدينا تفاحة، الرقم 1 مثلناه بتفاحة. زائد 3 تفاحات. 3 تفاحات. سنقوم الآن بالعد والحساب معا. 1 2 3 4. 1 + 3 يساوي في المجموع 4. 4. 1 + 3 يساوي 4. لاحظوا معي المثال الثاني، 7 + 2 يساوي 7 تفاحات. 7 تفاحات. سبع تفاحات زائد تفاحتين. تفاحتين. سنقوم الآن بالحساب وجمع التفاحات معا. 1 2 3 4 5 6 7 8 9، يعني المجموع هو 9. 7 + 2 يساوي 9. شكرا على متابعتكم وإلى اللقاء. Thank you.